السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الأول إعدادي. معنا النهاردة مع فيديو جديد ودرس جديد من دروس الجبر. درسنا النهاردة إن شاء الله في الوحدة الثانية، الدرس السادس، ضرب مقدار جبري مكون من حدين في مقدار جبري آخر. نشوف كده سؤال التهيئة بتاعنا. السؤال بيقول لنا أكمل سالب 5 س في 4 س أس 2. طيب إحنا بنضرب دلوقتي أساسات حدود جبرية، الأساسات بتاعتها إيه؟ متشابهة. هضرب المعاملات مع بعض، يبقى سالب 5 في 4 سالب في موجب بسالب، 4 في 5 ب 20، يبقى سالب 20. عندي س في س أس 2، هنزل الس وهجمع الأسس، يبقى س أس 3 تبقى سالب 20 س أس 3. السؤال التاني بيقول 4 أ قوس 2 أ أس 2 زائد 2، بعد كده أقفل القوس. ده كان شكل خاصية التوزيع اللي خدناه في عملية الضرب، يعني مطلوب مني إن أنا أوزع الـ 4 أ اللي خارج الأقواس مرة على 2 أ تربيع ومرة على موجب 2. تعال نوزع كده. التوزيع هو إجراء عملية الضرب عادي خالص، هضرب عدد في عدد أو هضرب المعامل في المعامل وبعد كده الرمز في الرمز. في حال الضرب الحدود الجبرية المتشابهة أو الرموز المتشابهة بنزل الرمز زي ما هو وبجمع الأسس. تعال نوزع كده. هنوزع 4 أ على 2 أ أس 2، هيبقى 4 في 2 ب 8، أ أس 1 في أ أس 2 يبقى الناتج أ أس 3. طيب تعال نوزع 4 أ على الحد الجبري الثاني، 4 في 2 ب 8، أ مفيش معامل جنب الاثنين يبقى أ تنزل زي ما هي. ما هي، يبقى الناتج هيبقى 8 أ أس 3 زائد 8 أ. الدرس بتاعنا النهاردة هو ضرب مقدارين جبريين كل منهما مكون من حدين، ده أول جزء فيه. تعال نبص كده، مدينا مثال بيقولي اوجد حاصل ضرب س زائد 5 في 2 س ناقص 3. لو بصيت هلاقي الأول المقدار الأول مكون من حدين اللي هو الس والخمسة، والمقدار التاني مكون من حدين اللي هما 2 س والسالب 3. تعال نشوف مع بعض هنضرب الحدود الجبرية ديت ازاي او المقدارين دول ازاي. هنشوف مع بعض كده الضرب اللي احنا قلناه قبل كده او لسه قايله من شوية اللي هو باستخدام خاصية التوزيع. طب مستر هنا هوزع مين؟ هوزع القوس الاول على القوس التاني. القوس الاول جواه حدين جبريين، الحد الجبري الاول س، الحد الجبري التاني موجب 5. هوزع الس على المقدار التاني ووزع الموجب 5 على المقدار التاني، يعني كأني فكيت المقدار الاولاني لرمزين او حدين، اخدت الحد الاول وزعته بعد كده الحد التاني وزعته. يبقى هوزع الس على 2 س ناقص 3 وموجب 5 على ال 2 س ناقص 3. تعال نضرب كده، مش احنا قلنا التوزيع هي عمليه ضرب. طب تعال نضرب س في 2 س هيبقى 2 س اس 2، س في سالب 3 يبقى سالب 3 س. ده كده وزعنا الس على القوس. طب تعال نوزع الموجب 5 على القوس. موجب 5 في 2 س هيبقى بموجب 10 س. موجب 5 في سالب 3 يبقى الناتج سالب 15. 15. طيب مستر احنا كده وزعنا، بس كنا واخدين قبل كده ان في حاله التوزيع ان انا لازم اختصر اخر مقدار لابسط صوره. معنى الاختصار لابسط صوره ان انا ما ينفعش اسيب حدود جبريه متشابهه من غير ما تتجمع مع بعض. طيب في حاله الجمع، هو الحدود الجبريه المتشابهه يعني اجمع اي سينات اي، لا خد بالك لازم في الجمع او في الطرح ان احنا نجمع السينات او الصادات لما تكون ليها نفس الاس او تكون من نفس الدرجه. يعني معنى كلامنا هنا ان س اس 2 والس او ال 2 س اس 2 وسالب 3 س، هل دول ينفع يتجمعوا مع بعض؟ لا طبعا. اي لا، عشان ده من الدرجه الثانيه ودي من الدرجه الايه؟ الاولى. طب امال مين اللي ينفع يتجمع؟ هنلاقوا ان سالب 3 س مع الموجب 10 س. طيب تعال نجمعهم مع بعض، يبقى 2 س اس 2 مالناش دعوه بيها، والسالب 15 برضه مالناش دعوه بيه. ايوه، يبقى هجمع سالب 3 س زائد 10 س، هحط اشاره الكبير واطرح، يعني الناتج هيبقى موجب 7 س. يبقى حاصل ضرب س زائد 5 في 2 س ناقص 3، 2 س اس 2 زائد 7 س ناقص 15. دي طريقه الضرب بطريقه التوزيع اللي كنا قلناها من شويه صغيرين. طب مستر في حاجه ثانيه؟ قايل لي هناخده طريقة ضرب جديدة هنسميها الضرب بمجرد النظر. ايه بمجرد النظر دوت؟ قايل لي مستر دي طريقة ضرب هتسهل علينا خطوات كتيرة قوي من اللي احنا عملناها. طيب تعال نشوف ازاي هنعملها. بيقول لي ان احنا من شوية صغيرين عرفنا ان س زائد 5 في 2 س ناقص 3 ناتج ضربهم باستخدام خاصية التوزيع 2 س اس 2 زائد 7 س ناقص 15.
طيب في طريقه ثانيه عشان اقدر اجيب بيها مقدار ناتج الضرب ده اي اللي اه. طب بص معايا كده، احنا لقينا ان ال 2 س اس 2 ده اول ناتج من توزيع الس على القوس. طب انا لو مش عاوز اوزع اجيب الجزء الاولاني ده ازاي؟ اي الجزء الاول ده نجيبوه عن طريق الضرب الاول في الاول في الاول. كمان مره، الاول في الاول، مين الاول؟ لو س مين في الاول سين. في بالظبط كده، الاول في المقدار الثاني اللي هو 2 س، يبقى الناتج هيبقى 2 س اس 2. اي اللي في حاله الضرب مجرد النظر انا هجيب الاول اول حد جبري وبعد كده اخر حد جبري اللي هو مين يعني؟ اللي هو موجب 5 اللي هو سالب 15. بالظبط كده. هنجيبه ازاي؟ من ناتج ضرب الثاني في الثاني، يعني موجب 5 في سالب 3، يبقى الناتج هيبقى سالب 15. ناقص لي اجيب الحد الاوسط اللي هو اللي في النص، هيتجاب ازاي؟ حاصل ضرب الوسطين زائد حاصل ضرب الطرفين. مين الوسطين ومين الطرفين؟ بص على القوسين من اسمائهم باينين، الوسطين يعني اللي في الوسط اللي في النص، يعني 5 في 2 س، 5 في 2 س بموجب 10 س، زائد حاصل ضرب الطرفين يعني الحدود اللي على الاطراف س وسالب 3، يبقى الناتج سالب 3 س زائد 10 س. في حاله الاشارات المختلفه هطرح وانزل اشاره الكبير، يبقى موجب 7 س. دي طريقه ايجاد حاصل ضرب مقدارين جبريين كل واحد منهم مكون من حدين باستخدام التوزيع، وطبعا الاسهل بكتير الضرب بمجرد النظر. تعال نشوف مثال كده مع بعض. اوجد بمجرد النظر حاصل ضرب 2 ألف زائد 3 في 5 ألف زائد 1. هنشتغل بمجرد النظر، يعني هاخد أول حد مع أول حد، يعني الأول مع الأول، يبقى 2 في 5 ب10 وألف في ألف بألف أس 2. وبعدين هاخد الأخير التاني مع التاني اللي هو موجب في موجب بموجب، 3 في 1 ب3. بعد كده هاخد الوسطين والطرفين، يعني موجب 3 في 5 ألف يبقى 15 ألف. وبعدين موجب 2 ألف في 1 هتبقى موجب 2 ألف. هجمع الألفات مع بعض، يبقى 15 ألف زائد 2 ألف تبقى 17 ألف، يبقى 10 ألف تربيع زائد 17 ألف زائد 3. المثال الثاني عايزين نضربه 5 ألف ناقص 2 ب في 7 ألف ناقص 3 ب. برضو احنا هنحاول نستخدم في كل مسائلنا استخدام الضرب بمجرد النظر، الأول في الأول أسيب مسافة، الثاني في الثاني، الحد اللي في النص بجيبه ازاي؟ حاصل ضرب الوسطين اللي هم في الوسط زائد حاصل ضرب الطرفين اللي هم على الأطراف. تعال نضربه كده مع بعض، هنضرب الأول في الأول، يبقى 5 ألف 7 ألف 5 في 7 ب 35، ألف في ألف بألف أس 2، أسيب مسافة، أضرب التاني في التاني، سالب 2 ب في سالب 3 ب، سالب 2 في سالب 3 يدينا موجب 6 ب في ب ب أس 2، يبقى كده جبت الأول في الأول وجبت التاني في التاني، ناقص لي أجيب الحد الأوسط اللي هو الحد اللي في النص. هنجيبه إزاي دوت؟ هاخد الوسطين وأضربهم، وأخد الطرفين وأضربهم، وأجمع الناتج مع الناتج. سالب 2 ب في 7 ألف يبقى سالب 2 في 7 بر 14 ب في ألف ب ألف أو بألف ب، مش فارقة ترتيب الرموز في حالة الضرب، إن الضرب عملية إبدالية. هنضرب الطرفين في بعض، 5 ألف في سالب 3 ب، 5 في سالب 3 يعني سالب 15، ألف في ب بألف ب، الناتج إيه؟ ألف إيه؟ ب. يبقى احنا كده وصلنا ان احنا ضربنا الاول في الاول والتاني في التاني، بعد كده ضربنا الوسطين اللي هم سالب 2 في 7 بسالب 14 وسالب 3 في 5 ب 15. طب سالب 14 وسالب 15 اشارات متشابهه، بجمع وبنزل اشاره متشابهه او بنزل نفس الاشاره اللي هي سالب 29 الف ب او ب الف زي ما قلنا عشان الضرب عمليه اداليه. يبقى احنا قدرنا نضربه مقدار جبري مكون من حدين في مقدار جبري تاني مكون من حدين. عندنا حالتين خاصتين. الحالة الأولى بتقول مربع مقدار ذي حدين، مربع مقدار مكون من مجموع حدين هيساوي مربع الأول زائد 2 في الأول في الثاني زائد مربع الثاني. مربع مقدار مكون من الفرق بين حدين هيساوي مربع الأول ناقص 2 في الأول في الثاني زائد مربع الثاني.
هو يعني ايه مربع مقدار مكون من الفرق بين حدين او مكون من مجموع حدين؟ المثال هيوضح لنا. اوجد مفكوك كلا مما يأتي. اول سؤال، 3 ألف زائد 5 الكل أس 2، او ده يعتبر مقدار جبري مكون من حدين وطالب مني ايجاد مربعه، يعني يبقى المقدار الجبري كله عليه أس 2، يبقى ده مقدار مكون من حدين وعاوزني اجيب ناتج التربيع بتاعه او بيسموه مفكوك. مستر يعني ممكن افك القوس دوت واحط له قوس كمان، يعني قوس يبقى فيه 3 ألف زائد 5 في قوس 3 ألف زائد 5. احنا عارفين ان أس 2 طبعا بيخلي الاساس اللي تحته كانه متكرر. طيب متكرر كم مره؟ عدد مرات وجود الأس. الأس 2 يبقى كانه متكرر كم مره؟ مرتين. بالظبط كده. بس هو في بعض المسائل عشان احنا فهمنا بقى الاسس وعرفنا يعني أس 2 ويعني أس 3، فهو ضم المقدار الجبري في قوس واحد وخلى أس 2. عاوزين نفكه ونحله بالطريقه العاديه بتاعه الضرب مجرد النظر، هيطلع الناتج زي ما هو. طيب في طريقه تانية اللي احنا خدناها في الحاله الخاصه الاولى، هنحلوها ازاي ده مستر؟ نرجع للقانون، هنلاقي ان انا بفك المقدار دوت الاول تربيع او مربع الاول. هو مين الاول؟ اللي هو 3 ألف. خد بالك احنا لما بنربع الاول بربع الرمز وبربع العدد، يعني بربع المعامل وبربع العامل الرمزي او العامل الجبري. يعني هربع التلاتة وربع الالف، يبقى مربع الاول هيبقى 3 في 3 ب 9 و ألف في ألف ب ألف أس تربيع. بالظبط كده. يبقى الأول 9 ألف أس 2 أو 9 ألف تربيع. بعد كده برضو سيب اللي في النص فاضي وروح ربع الأخير زي ما عملنا الضرب بمجرد النظر. هنربع التاني اللي هو موجب 5 أس 2، يعني موجب 5 في موجب 5 بموجب 25. طب ناقصني إن أنا أجيب الحد الأوسط، بيقول لي اضرب 2 في الأول في التاني. الاول اللي هو 3 ألف في التاني اللي هو بخمسة يبقى 15 ألف في اتنين يبقى بثلاثين ألف. يبقى احنا ضربنا او فكينا ازاي؟ فكينا الاول تربيع سيبنا مسافة، التاني تربيع او التاني في نفسه، بعد كده اللي في النص بضرب الاول في التاني في اتنين. طيب السؤال التاني، 2 سين ناقص 3 صاد الكل تربيع. برضو نفس الحكاية، ده القوس مربع، يبقى همشي بنفس الطريقة اللي مشيتها في المثال اللي قبليه، يعني اربع الاول اربع التاني واجيب الحد الاوسط 2 في الاول في التاني. هربع الاول 2 سين هيبقى 4 سين تربيع. هربع التاني اللي هو سالب 3 صاد هتبقى موجب 9 صاد تربيع. هجيب الحد الاوسط هيبقى 2 في 3 ب 6، 6 في 2 ب 12 سين صاد. معنى كده لو بصينا للمثالين يبقى معنى كده ان الحد الاوسط بياخد اشاره الايه، الحد الاوسط بتاعي بياخد اشاره القوس، يعني التلاتة في 5 ب 15 بالموجب، الاتنين في سالب 3 بسالب 6 في 2 بايه ب 12، يبقى واخد الاشاره بتاعه القوس اللي هي السالب. ده معنا مع سؤال المتفوقين. السؤال بيقول اختصر لأبسط صورة، س ناقص 3 الكل أس 2 ناقص 9. س ناقص 3 الكل أس 2 ناقص 9. هنا في قوس تربيع بس مديني حتة زيادة كده، إن هو بيقول لي إن القوس دوت مزود حتة بره اللي هي سالب 9. فكر كده وشوف هنفك المقدار دوت إزاي، وبعت لنا إجابتك في تعليقات الفيديو. نكمل مع بعض كده الحالة التانية. بيقولي حاصل ضرب مجموع حدين في الفرق بينهم. حاصل ضرب مجموع حدين في الفرق بينهم. بيقولي لما اجي اضرب مجموع حدين في الفرق بينهم، يعني يكون عندي قوسين، قوس الاولاني حدين جبريين بينهم علامة زائد، ده المجموع في نفس الحدود الجبرية او نفس القوس مع اختلاف الاشارة، الفرق يعني طرح. طيب في الحالة ديت ناتج ضربهم بيبقى عامل ازاي؟ هيبقى مربع الحد الاول وهربع الحد التاني وحط ما بينهم ناقص. طب مستر هو الحد الاول بتاع مين فيهم؟ بتاع المقدار الجبري الاولاني ولا المقدار الجبري التاني؟ مش هتفرق. ايه يا مستر؟ بالظبط كده. مش احنا قلنا ان لازم يبقى المقادير الجبريه هي هي او الحدود الجبريه هي هي، مفيش اختلاف عشان اقدر اعمل القانون دوت اساسا. يعني على سبيل المثال لو قلنا ا زائد ب و ا ناقص ب، اهو ده مقدارين جبريين كل مقدار منهم مكون من حدين. لو حبينا نضربوهم هنلاقي ان الالف الاول هو هو الالف اللي هو الاول، البه اللي هو التاني هو هو البه برضو اللي هو التاني. هنضربهم ازاي؟ المفروض مربع الحد
الاول اللي هو مين؟ اللي هو الف. نربعه يبقى الف اس، الف اس 2 بالظبط كده، ناقص مربع الحد الثاني اللي هو مين؟ اللي هو ب، اللي هيبقى ب اس 2. انا ربعت الاول ناقص مربع الثاني. هو ما فيش حد اوسط يا مستر؟ في الحاله دي الحد الاوسط بيطلع بصفر. ليه بيطلع بصفر؟ لو ضربنا الوسطين هيبقى موجب ب الف او الف ب زي ما قلنا، ولو ضربنا الطرفين هيبقى سالب ب الف او الف ب. موجب ألف ب وسالب ألف ب ده عدد ومعكوسه الجمعي أو حد صفر. جبري ومعكوسه الجمعي، يبقى ناتج جمعهم بيدينا كام؟ صفر. طب الحالة دي بتظهر إمتى؟ لما يكون عندي مقدارين جبريين نفس المقدارين بالظبط، واحد موجب والتاني سالب. سالب. طيب عندي مثال تاني بيقول لي أوجد حاصل ضرب كل مما يأتي. رقم واحد 2 لام ناقص 5 في 2 لام زائد 5. لو بصينا نلاقي القوسين هما الحدود الجبريه زي ما هي بالظبط، بس الفرق القوس مره بالموجب ومره بالسالب. اتفقنا ان احنا هنعمل ايه في الحاله ديت؟ احنا كده المفروض بنضرب مقدار جبري مجموع حدين جبريين، ده مقدار جبري، والمقدار الجبري الثاني الفرق بينهم. كنا قلنا مستر لما يجي لي كده بضرب الاول في نفسه الأول. او الاول اس 2 او الاول في الاول، ناقص الثاني في نفسه او الثاني اس 2 او الثاني في الثاني. يعني نضرب 2 لام في 2 لام هيدينا 4 لام اس 2، هنضرب الثاني في الثاني 5 في 5 ب 5 و20 وهيبقى الاشاره هنا سالبه. طب اوعى تنسى ان في الحاله ديت بيبقى الحد الاوسط قيمته بتساوي صفر. يعني الناتج هيبقى 4 لام اس 2 ناقص 5 و20. السؤال اللي بعديه ألف تربيع زائد 2 ب، فألف تربيع ناقص 2 ب بنفس الطريقة. هاخد الأول في الأول أو هاخد الأول تربيع، يبقى ألف تربيع هتبقى ألف أس 4، ألف تربيع وهربعها مرة كمان هتبقى ألف أس 4. 2 ب هربعها هتبقى 2 تربيع هتبقى 4 وب تربيع هتنزل، يبقى حط إشارة سالبة، يبقى ألف أس 4 ناقص 4 ب أس 2. تعالى نتكلم على ضرب مقدار جبري مكون من حدين في اخر مكون من اكثر من حدين. يعني هنضربه حدين جبريين او مقدارين جبريين، المقدار الاول جواه حدين اللي هو س ناقص 3، عاوز اضربه في مقدار تاني بس جواه اكتر من حدين. هو ينفع اكتر من حدين؟ قايل لي ممكن 3 ممكن 4 ممكن 5 ممكن 6، اي عدد من الحدود. طب في الحاله دي يا مستر وانا هضربه باستخدام الضرب مجرد النظر، ايه اللي في الحقيقة تبقى صعب طبعا، لان الضرب مجرد النظر لو تفتكر كنت بضرب الاول في الاول والتاني في التاني. طب هنا مين التاني؟ ايه اللي في المقدار الكبير او المقدار اللي هو مكون من ثلاث حدود؟ مش هعرف احدد التاني السين اس 2 ولا السالب 7، لان هنا الحدود الجبرية مختلفة. طب مستر هنحلها ازاي؟ ايه اللي هنرجع تاني لاستخدام خاصية التوزيع. هوزع السين على القوس الكبير وهوزع سالب 3 على القوس الكبير واجيب النواتج. تعال نوزع كده مع بعض، س في 4 س هيبقى 4 س 4 س اس 2. جميل. بعد كده هيبقى س في 3 في س اس 2 هيبقى موجب س اس 3 بالظبط كده. بعد كده هيبقى س في سالب 7 بسالب 7 س. جميل. هاخد السالب 3 بعد كده واوزع كده خلصنا س، نوزع السالب 3 يبقى سالب 3 بكام؟ سالب 3 في 4 س يبقى سالب 3 في 4 ب 12 يبقى سالب 12 س. سالب في موجب بسالب 3 س اس 2، سالب في سالب بموجب 3 في 7 ب 21. المفروض ان انا هجمع السينات هيطلع لي س اس 2 وهيطلع لي س وهيطلع لي س اس 3، ابتدي اجمع اللي شبه بعض مع بعضه هلاقي الناتج النهائي هيطلع س اس 3 زائد س اس 2 ناقص 19 س زائد 21. شوف مع بعض مثال كمان، اختصر لأبسط صورة. 3 قوس م ناقص 5 والقوس الثاني أو المقدار الثاني م زائد 2. مطلوب مني أن أضرب، خد بالك هنا هو جايب لي قوسين يتضربوا في بعض بمجرد النظر بس في 3 بره. طب هنضربوا الكلام ده إزاي؟ يعني تعال نضربه زي ما إحنا متعودين، نضرب الأول القوسين أو المقدارين الجبريين اللي كل واحد فيهم مكون من حدين باستخدام الضرب مجرد النظر، وخلي الثلاثة على جنب. تعال نضربه كده، الاول في الاول م في م ب م اس 2، اسيب مسافه، هضرب الثاني في الثاني، سالب 5 في موجب 2 هيبقى سالب في موجب بسالب، 5 في 2 ب 10.
هاجي على الحد الاوسط بالظبط كده، اللي هو هضرب الوسطين سالب 5 م والطرفين بيدينا موجب 2 م. سالب 5 وموجب 2 الناتج يبقى شرط كبير واطرح يبقى سالب 3 م. طب كده احنا خلصنا المساله. ايه لا خد بالك، احنا كده ضربنا المقدارين الجبريين اللي كل واحد فيه مكون من حدين، بس الثلاثه لسه ما جاش الدور عليها. طب مستر نعمل ايه في الثلاثه؟ ايه اللي ناخدها بخاصيه التوزيع داخل كل حد جبري هو القوس، يعني كاني هربع الثلاثه او هوزع الثلاثه مره على الميم اس 2 ومره على السالب 3 ميم ومره على السالب 10. يبقى الناتج 3 ميم اس 2 ناقص سالب 9 ميم ناقص 30. مثال: استخدم الضرب بمجرد النظر لتسهيل ايجاد ناتج ما يلي. طيب تعال نبص كده، بيقول لي 201 في 199. خد بالك الارقام اهي، عندي ارقام ما فيهاش رموز ولا اي حاجه، ما حدش يستخدم الاله ويطلع ناتج. هو بيقول لي استخدم الضرب بمجرد النظر. طب هعملها ازاي؟ قال لي خد اول عدد اللي هو 201، لو انا حبيت افكه هيبقى كام؟ هيبقى 200 زائد 1. طيب والعدد الثاني اللي هو 199 برضو هخليه 200، بس المره دي هنقص منه الواحد عشان يطلع الناتج بتاعي 199. يعني معنى كده ان دايما الاعداد اللي هو بيديها لي بيبقى ينفع احول كل عدد منهم لقوس، جوه القوس دوت فيه حدين جبريين، مره بالجمع ومره بالطرح، ودايما بلاقي ان الاعداد اللي هو بيديها لي في المساله الفرق بينهم مش كبير، او ينفع يتحللوا العدد زائد حاجه ونفس العدد ناقص نفس الحاجه. زي في مسالتنا هنا كانت 200 زودنا مره 1 طلعت 201 ونقصنا 1 طلعت 199. هشتغل بمجرد النظر، يبقى هاخد اول حد مع اول حد. خد بالك ان انا بضرب قوسين والقوسين الاشارات بتاعتهم مختلفه بس الحدود زي بعض، يبقى الاول في الاول والتاني في التاني والاشاره سالبه، يبقى 200 في 200 او 200 تربيع هيبقى 4000. هحط الاشاره السالبه وواحد في واحد بواحد، هيبقى هطرح بقى 40000 هطرح منهم الواحد هيساوي 39999. يبقى ال 200 هربعها تبقى 40000 والواحد هربعها هيبقى 1 واحط اشاره سالبه، يبقى 40000 ناقص 1 هيدينا 39999. لو بصينا مع بعض المثال الثاني، المثال الثاني بيقول برضو استخدم الضرب بمجرد النظر لتسهيل ايجاد ناتج 49 الكل اس 2. نأكد تاني المرة المليون المسائل اللي زي كده هو مش عاوز حضرتك أو حضرتك تجيبيها على الآلة وتطلعي الناتج بتاعنا، هو عاوز استخدام نوع معين من الدراسة بتاعتنا، هو عاوز إن أنا أستخدم أو أطبق الضرب بمجرد النظر في إيجاد النواتج. طيب هطبق هنا بمجرد نظر إزاي؟ إيه يا مستر مش ده 49 أس 2؟ وإحنا أخدنا من شوية إن في الحالات الخاصة إن أنا ممكن أفك مقدار أو أفك حد جبري أو أفك مقدار مكون من حدين جبريين بينهم علامة زائد أو علامة ناقص وعليهم أس 2. طب ال 49 دي هنعمله فيها إيه؟ أي اللي يخليها قوس بس جوه القوس حاجتين ناقص بعض أو عددين زائد بعض. طب هنا ينفع أحولهم إيه؟ أي اللي مستر حل حول زي ما أنت عاوز، بس الأسهل 50 ناقص 1. طب واحد عاوز يفكها فك غير دوت مفيش أي مشكلة، أهم حاجة حولها لشكل الضرب بمجرد النظر. طب ده كان بيتفك إزاي؟ الاول في الاول او الاول تربيع او الاول اس 2 او الاول في نفسه ايا كان، يعني اضرب 50 في 50 وبضرب الثاني في الثاني اللي هو الواحد وبنزل نفس الاشاره اللي هي الاشاره السالبه، يعني هيبقى 2500 واحد في واحد هيبقى بواحد او سالب واحد في سالب واحد دينا موجب واحد. طب ناقص لي اجيب الحد الاوسط، الحد الاوسط يجيبه ازاي؟ كنت اضرب الاول في الثاني في 2 بالظبط كده، يعني 50 في واحد في كام؟ 50 في 2 بالظبط يدينا 100، وبنزل نفس الاشاره اللي هي بتاعت القوس اللي هي السالب. كده يبقى الناتج طلع لي 2500 ناقص 100 زائد 1، يعني الناتج هيبقى 2400 زائد 1، يبقى الناتج 2401. وصلنا سؤال المتفوقين، بيقول لي اذا كانت ا تساوي 3 س ناقص 4، ب تساوي س زائد 2، ج تساوي 2 س ناقص 3، احسب القيمة العددية للمقدار ا ب ناقص ج تربيع عندما س تساوي 0. تاني بيقول لي اذا كانت ا تساوي 3 س ناقص 4، ب تساوي س زائد 2، ج تساوي 2 س ناقص 3، احسب القيمة العددية للمقدار ا ب ناقص ج تربيع عندما س تساوي 0.
يلا حلوا معانا وابعتوا لنا الاجابات في التعليقات. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، وعلى وعد بلقاء فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.